We're going to Hotel مالك شو سمعت؟ ها؟ الله يعاونك. Thank you.
الله خالق. شيخ فيزا الزراعة الحمد لله. في شيء بايت. هذه نقطة يجب أن نشرحها. تمام. هو الإعلام عن الجوائز هكذا الجوائز ونحن مثلا في السلوك. ليه حاجة. واحد حاجة بن عربي. من عربي. بايت أبسلوقا. المراكز والمراتب الأولى. يتم بناءها قبل شهور. قبل شهور لان هناك حتى يفكر هؤلاء في وضع طرش حاكم. الله اعلم ان اذا كان هناك حد باقي كنتسنى شي عشرة ما عرف بدا شي. الذي مطلوب اصحاب ان اعتقد هذه نقطة ربما لا اعرف إذا كنت هناك شيء حظ إلى جدًا في هذا الحكم. طيب نسأل الأستاذ برهة أبو زيد وهو ناقد وروائي الباحث في التراث الحسني والسرديات بالصحة. أنت ملم كونك ابن آسى ملم بكل الإنتاجات الحسنية في هذا المجال. وأسأل سؤال الذي وجهه أبو زيد على مستوى الدراسات التراثية خاصة أن التي تم تصحيحها في آلية التصحيح لأن الثقافة في جوائز أتاحت
تحسوا Thank you.
Thank you.
الله.